السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام نحييكم وهذه حلقة جديدة وبرنامج صحة وعافية. قال شاعر العربي قديما: إنما أولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. وقال بعض الحكماء: لا ندري، يعني أهو إعلاء لقيمة الكبد أم إعلاء لقيمة الإبن. في العصر الحديث مشاهدينا الكرام، أو منذ يعني القرن الماضي، وكثيرا ما تحدث الأطباء عن الكبد وعن أمراضه مثل فيروس A وB وC. النهارده مشاهدينا الكرام عايزين نعرف يعني اين يوجد الكبد في جسم الانسان، لان في حقيقه بعض الناس ما تعرفش هو فين. هو بيروح يشتكي للدكتور يقول له جنب اليمين واجعني، جنب الشمال واجعني. احنا بنثقف الناس ونحاول نوريهم ايه قيمه الكبد، ما هي الوظائف التي يقوم بها حتى نحافظ عليه. لان الحقيقه يعني برضه بعد ما البيوت لفظت الحقيقه، بعض رجالها ما بياكلوش في البيت، ما بيشربوش في البيت، اصبح التلوث هو المورد الاساسي لغذاء الانسان. بعدها ظهرت فيروسات A وB وC. زي ما احنا عارفين في نسبة كبيرة جدا مش عايزين نحددها من المصريين عندهم فيروس C وفيروس B برضو، وان كان فيروس C الاشهر والاعم. ازاي نقدر نحارب هذا المرض، وازاي نقدر نقف يعني صد في البداية قبل ان نصاب بهذا المرض، وازاي لو لا قدر الله حصل هذا المرض ازاي يعني نحاول نتخلص منه. معانا ومعاكم مشاهدينا الكرام دكتور طارق احمد منير، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي. يا اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بك. الكبد يا دكتور، يعني زي ما قلنا برضو قبل كده ان القلب الناس عرفت مشاكله انه بيؤدي يعني، والعياذ بالله حصل مشكله الانسان بيطلع بره الحياه في لحظات. المخ وجلطاته والعياذ بالله في مشكله. الكبد بيمتد مع الانسان فتره طويله، حتى لو عنده اصابه ممكن يتعايش معها فتره، ولكن بيبقى انسان مجهد، انسان يعني غير صالح للتعامل الاجتماعي او الاقتصادي، وبيكون عائل على المجتمع اكثر منه يعول حتى اسرته الصغيره. وزن الكبد ووجوده فين في بالظبط في جسم الانسان بدايه، وما هي علامات او دلالات صحه الكبد ودلالات مرض الكبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. زي ما حضرتك اتكلمت من شويه ان الكبد هو من الاعضاء المهمه جدا او الاجهزه المهمه جدا في جسم الانسان، وبيغفل كثير من الناس عن اهميه الكبد. الكبد مكانه زي ما اغلب الناس عارفين ان هو في الجانب الايمن، وبيكون جزء منه كبير تحت القفص الصدري، وفي جزء بيكون ممتد كمان تحت القفص الصدري جزء بسيط منه. الكبد فصين، في عندنا فص ايمن وفي عندنا فص ايسر. وزن الكبد احنا بيختلف طبعا حسب الشخص، الشخص اللي هو بيكون مليان شويه مش زي الشخص النحيف، الطويل مش زي القصير، فبيختلف من شخص لشخص اخر. لكن احنا عندنا يعني في امراض الكبد احنا بنهتم اكتر بأبعاد الكبد غير وزن الكبد. أبعاده اللي هي بتقاس في الأشعة التلفزيونية، متضخم أو أيوة دي بقى اللي هي بنقدر نقول للمريض والله أنت عندك الكبد متضخم، أو الكبد عندك مثلا إيه متليف وبالتالي حجمه صغير. إحنا بنقيس قياسات معينة في الإيه، في الأشعة التلفزيونية. الوزن طبعا مش هنهتم بيه، لأن هو ده مش هيتحسب غير بعد إيه، بعد الوفاة، إيه كل قدر الله حصل مشكلة ونطلع الإيه الكبد وإيه ونوزنه، لكن بنقيس الأبعاد دي. السؤال بيقف نفسه يا دكتور بعد كده، يعني قبل ما يروح للدكتور، وقبل ما الدكتور يشخص، أو قبل ما الدكتور يقول له اعمل أشعة أو ما إلى ذلك، إيه الدلالات وعلامات الإنسان ابتدى يبقى عنده مشكلة في الكبد وينتبه إنه يروح يكشف كبد، ما يكشفش مثلا إن عنده نقص حديد، عنده إجهاد، عنده كذا؟ وإحنا عارفين طبعا الإجهاد هو اللي معظم الناس عارف إن عنده إجهاد، ممكن يكون في مشكلة في الكبد. إيه هي الدلالات والعلامات اللي تخليني أبتدي أتحرك وأروح طبيب الخاص بجهاز الهضمي والكبد؟ تمام. هو يعني اغلب الناس اللي بيجوا بيكون مثلا واحد بيعمل تشيك اب عادي جدا خالص، وبيعمل حاجه اسمها انزيمات الكبد، ويجد ان انزيمات الكبد مرتفعه، فاي دكتور يشوفه يقول له لازم تروح لدكتور كبد. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن المريض ممكن يشتكي هو من شويه اجهاد او تعب، ونبدا نعمل له التحليلات بتاعه الانيميا او التحليلات بتاعه الغده او الاشياء اللي هي المتسببه الاخرى في الاجهاد او التعب. ونلاقي انها كلها سليمه، فنبدا برضو من ضمن التحليلات المهمه بتاعتنا يبقى في مؤشر ان كان في مشكله. وبرضو من الحاجات المهمه جدا جدا الصفره، لما نلاقي المريض بدا يشتكي من الصفره، ان العين بدات بياض العين يصفر، بدا البول بتاع المريض يبقى لونه داكن شويه، بدا يبقى البراز لونه فاتح شويه، فهذه الحاله كل دي مؤشرات ان انت ابتدت يبقى عندك مشكله للكبد. في برضه مؤشرات تانية، ودي بقى معناها ان في دلوقتي مضاعفات بقى للكبد، ان يبدا المريض يشتكي من ان هو بطنه بتعلى، ان البنطلون اللي بيلبسه بدا يبقى ضيق عليه، ونبدا نحط ساعتها الجهاز الاشعه التلفزيونيه، نلاقي ان المريض ده بطنه مليانه ميه استسقاء. فهذه الحاله ده بيكون بتكون حالات متاخره طبعا. طب يا دكتور، معنى كده الواحد ما يستهترش مساله انه مثلا حس انه بطنه اتملت شويه، او ان هو مجهد شويه، والاجهاد يعني استمر معاه مره بعد مره، حكايه صفار العين او شحوب الوجه او الاجهاد، كل دي علامات ما يستهترش بيها طبعا. في اللي بالذات حكايه الصفره، حكايه علو البطن اللي ما بينزلش، ما ممكن البطن لو فيها شويه انتفاخات او غازات بتاع لو تنزل، لكن عماله تزيد وهو مش يعني جسمه كله وجسمه كله يعني مش ده مش تخن. فلازم يكشف ساعتها ويشوف ايه السبب. والصفار طبعا اللي هو الاصفرار ده هو، او اليرقان زي ما بنسميه، ده برضو من الحاجات اللي لازم تلفت انتباهه ان هو ما يسيبهاش.
لكن اغلب الناس مثلا يشتكي من شويه اجهاد تعب، يقول لك والله اصل ظروف الحياه، اصل عشان بالزبط. بس الشغل والاجهاد لو استمر معاه هيلجا ساعتها لايه؟ للدكتور. نعم. ويعمل شويه فحوصات مبدئيه. يعني انت بشجع دكتور الواحد باستمرار يبص في المرايه برضه ويشوف لون وشه ولون عينيه بس بشكل يعني مفرط يعني لان في ناس مثلا يشوف واحد يقول والله انت وشك مصفر. الكلمه دي برضه كلمه خاطئه. نعم. يعني الشحوب حاجه والاصفرار حاجه، الاصفرار مستمر حاجه ثانيه. مفيش حاجه اسمها جلد يصفر قبل ما العين تصفر، اول حاجه بتصفر بياض العين. تمام. ودي طبعا بيكون معناها ان الصفره زادت عن 2 او اكتر من كده في نعم. في دم المريض. نعم. لكن عشان يبدا يظهر على الجلد لازم يكون عدى مرحله الظهور على الايه، على العين. لان اغلب الناس يقول لك والله انت وشك مصفر. الكلمه دي كلمه يعني كلمه تخوض يعني ممكن ما يكونش نايم كويس في اليوم ده مثلا. يعني اسمها شحوب لكن اصفرار. اعراض الكبد يا دكتور فيها تراجع، يعني بمعنى ان ممكن الانسان يتعرض زي القولون مثلا، احيانا بيبقى في انتفاخ شويه وبيرجع شويه، برضه بقى عنده مشكله مزمنه في القولون ولكن مش باستمرار، بطنه منتفخه. هل اعراض الكبد ان في مشكله او اعتلال في الكبد اعراض بتتراجع، يعني ممكن تحصل له مره وترجع، ولا باستمرار في حاله بتبقى المنحنى بتاعها في حاله تدهور؟ حسب بقى حاله الكبد. هل احنا بنتكلم عن التهاب كبدي حاد، ولا بنتكلم عن واحد عنده مرض مزمن في الكبد او التهاب كبدي مزمن، ولا واحد عنده تليف في الكبد؟ نعم. اللي عنده تليف في الكبد دي مرحله متاخره شويه. نعم. وبيكون دايما الكبد يعني الحاله عماله تسوء. احنا كدكاتره بنحاول ايه نحافظ على الحاله، بنحاول، والكلام ده بنقوله بوضوح جدا للمريض. نعم. انت الكبد بتاعك فيه نسبه تليف. نعم. والتليف ده مش هيرجع تاني، لكن احنا هدفنا نحافظ على الجزء السليم في الكبد بصحته. نعم. بقدر الامكان لاطول فتره ممكنه. طب برضو كلمه تليف يا دكتور بشكل اعلامي اكتر، يعني ايه معنى تليف في الكبد؟ احنا عارفين الكبد بيبقى شكله زي الكبد اللي احنا بنشوفه عفوا في بعض الحيوانات اثناء الذبح. يعني ايه بيبقى شكلها ازاي التليف دي؟ يعني عشان المريض برضو عنده فكره عن اللي داير جواه. تمام. هو الكبد عباره عن مجموعه خلايا. نعم. الخلايا دي بتكون خلايا يعني صحيحه ومعافاه، وبتكون دايما يعني لما تكون في صحتها بتدي الكبد المنظر اللي احنا بنشوفه فعلا لما نعم. يكون الواحد بيذبح ذبيحه معينه. ايوه. ويشوف ان هو نعم. بيكون الكبد لونه احمر وبيكون زاهي. نعم. وبيكون الكبد بنسميه اللي هو طري شويه. تمام. كلمه تليف يعني ان خلايا الكبد بدات تتكسر وتتحول من خلايا حيه الى الياف. الياف يعني اجزاء ليس لها اي وظيفه. نعم. وبالتالي هيكون بدل ما كان القوام بتاع الكبد عندنا طري يبدا يبقى ايه انشف شويه. ويبدا لما تمسكه بايدك بيبقى اجمد شويه. بيظهر الكبد بيظهر اثناء العمليات يا دكتور لما الدكتور بيفتح بطنه بيشوفها. طبعا بيشوفها تماما يعني بيبان منظر الكبد. نعم. يعني احنا بنشوف دالات في الاشعه التلفزيونيه، لكن لو البطن قدامك مفتوحه يعني انت شايف خلاص ليس مع العين اين. دكتور شايف الكبد مثلا لونه اصفر زياده عن اللزوم، مدهون على الكبد. نعم. لا لونه بدا يبقى الى المايل الرمادي شويه وعليه كده زي نتوءات كده، يبقى ده احنا بنتكلم في تليف كبدي. بعض الناس يا دكتور يعني لا اخفي سرا بيعتقد ان الدكاتره بيخوفوهم وخلاص، ما يعرفش ان الدكتور لما بيشوف الكلام ده فعلا عيانا بيانا قدام عينه لما بيفتح بطن المريض. لا طبعا بيقول له عندك تدهون على الكبد، يقول لك يعني كلمتين بيقولوهم وخلاص احيانا، يعني اصلا مش سمين قوي اصلا. لما بيفتح فعلا بيشوف هذه التدهورات في الكبد، الوان الكبد بتبان، اللون الاحمر. نعم. الزاهي اللي هو الطبيعي، اللون الاصفر اللي هو الدهون، اللون المائل. فبتصدق الاشعه يا دكتور على طول؟ الاشعه بتبقى علامات. يعني ما اقدرش فتح وشاف خلاص. ما اقدرش احلف باشعه ان المريض عنده دهون على الكبد. نعم. لكن اللي يخليني احلف حاجه من الاثنين، اما اكون فتح بطنه لعمليه اخرى والاقي الكبد فعلا لونه اصفر. نعم. ده ممكن. او الادق كمان من كده بقى اللي هو العينه الكبديه. نعم. لما بتتاخد وتحت الميكروسكوب وتبص عليها خلاص مفيش فيها كلام. ثبت وجود خلايا دهنيه في الكبد. طب الامراض يا دكتور اللي بتصيب الكبد، هل هي كلها امراض فيروسيه ولا في امراض عضويه، في مشكله في تركيبه الكبد نفسه كعضو مثلا؟ يعني هل هي امراض فيروسيه ولا امراض بتبقى امراض في تركيبه الكبد او خلقه الكبد نفسه؟ تمام. هو الامراض الفيروسيه جزء من الامراض اللي بتصيب الكبد. نعم. هو الالتهابات الكبديه. نعم. يعني هو في جزء اسمه التهابات كبديه. نعم. الالتهابات الكبديه جزء منها كبير جدا بسبب الفيروسات زي ما حضرتك قلت، فيروس A وB وC. نعم. ونضيف عليهم كمان الدي والاي والجي، كلها فيروسات موجوده. اسمعها قبل كده. تمام. هي يعني انتشارها مش كبير قوي. تمام. هو الاشهر الاي والبي والسي. نعم. تمام. فدي اسمها التهابات كبديه فيروسيه. نعم. في حاجه اسمها التهابات كبديه بس مش فيروسيه، يعني حاجات اخرى بتعمل التهابات في الكبد زي الامراض المناعيه. نعم. زي الادويه، بعض الادويه ممكن تعمل التهابات كبديه. تمام. نعم. في عندنا برضو اللي هو زياده نسبه الحديد في الجسم، زياده نسبه النحاس في الجسم. بعض الامراض اللي بتصيب برضو اللي هو ايه الاطفال نتيجه اللي هو اختلالات معينه في الايض الغذائي في بعض المواد الغذائي لبعض الاطفال او التمثيل الغذائي. نعم. في بعض المواد اللي موجوده. نعم. في الجسم. دي معلومه قيمه جدا يا دكتور. يعني اما فيروسات، لو انسان مثلا يعني نقول ايه
مش هنقول بيرمرم في اكله، كان بيتعرض لاكل احيانا ملوث او كده، ممكن يكون في مشكله بسبب البلبعه البرشام على طول، الادويه ممكن تجهد الكبد وتخليه يتحول لنوم. ده في ادويه كتير جدا ممكن تعمل التهابات كبديه، وممكن في بعض الاحيان بجرعات معينه تعمل فشل كبدي حاد. فشل كبدي حاد يعني المريض ده غالبا ما ينفعش نلحقه غير بزراعه كبد طارئه. طبعا دي حاجه مش موجوده في مصر، والسنترز بتاعتها اللي موجوده في العالم قليله. فدي حاجات ممكن تعمل كده. زي ما حضرتك قلت من علامات ان تعب الكبد في البدايه الاجهاد والتعب الشديد. في ناس بتقول لك انا عندي نقص حديد، سمعت اللي عنده انيميا فبيبلبع على طول برضه، يجيب الحبوب مش عارف حديد مركب ايه و1000 جرام مش عارف ايه ويفضل ياخد، كل ده مش بيفيد الكبد قد ما بيضر برضه في النهايه. طبعا في بعض الفيتامينات ممكن زيادتها برضه عن الحد اللازم ممكن يضر بالكبد. هي اي حاجه القاعده العامه دايما ان الحاجه لما بتزيد عن حدها ممكن تنقلب ضدها، فلازم التوسط فيها. لا هي اقل ولا هي اكتر من ايه من الحاجه. طيب. اللي احنا عاوزينه معلومه بس بسيطه برضو، احنا قلنا يعني جزء من امراض الكبد التهابات كبديه فيروسيه او غير فيروسيه. في برضو امراض اخرى اللي هي امراض القنوات المراريه وامراض بقى اشياء اخرى برضو في الايه في الكبد غير الالتهابات اصلا. حاجات بتبقى ليها اعراض اخرى. طيب ننتقل يا دكتور لمساله حياتك. انا ذكرت اي بي سي على حد علمي، حياتك ذكرت لنا بعد كده برضو بي بي سي في دي واي واف وجي وجي كمان اربعه بعد دول، بس دول مش من نفس شهره الاي بي سي بسبب عدم انتشارهم الكبير. هو المشهور فيهم فيروس دي، بس ده ما يجيش لوحده، ده لازم يجي مع عيان عنده فيروس بي. يعني لازم على حاجه ثانيه. هو ده في دوره حياته معتمد على فيروس بي. فلا يمكن يكون مريض عنده فيروس دي من غير بي. فيروس اي اهميته بس الوائي مش اي اهميته بس في ان هو لو اصاب الحوامل ممكن يعمل فشل كبدي حاد في نسبه عاليه من الحوامل. هو ده بس اللي بيهتم بيه، بس الحاجات دي كلها نادره. خلينا نتكلم في الحاجات المشهوره جدا في زي ما حضرتك قلت من الاول اي وبي وسي. هو الاهم طبعا والاعظم شهره هو السي، بس عايزين برضه ناخد بي لان ليه تاثير. يعني في كتير جدا مثلا يجي يطلع ورقه عشان يسافر يفاجئ انه عنده مش عارف اي او بي او سي، وهو يقول لك انا حياتي كلها سليمه مفيش مشكله خالص، عمري ما رحت للدكتور وقال لي انت عندك حتى اشتباه في ان الكبد بتاعك مصاب بشيء. ايه هي دلالات الاصابه بفيروس بي؟ وبعد ما الدكتور بيديله يعني يقول له اعمل تحليل او ما الى ذلك، بيبتدي يتعامل ازاي دكتور مع فيروس بي؟ تمام. هو زي ما حضرتك برضو قلت النقطه ده، هي ان اغلب المرضى اللي بيكتشفوا فيروس سي او بي يكون مسافر او بيكون راح يتعين في وظيفه. بيعمل شويه تحليلات يجد عنده الاجسام المضاده لفيروس سي او التحليل المبدئي بتاع فيروس بي ايجابي. طب المريض ده ما عندوش اي اعراض. طب اخبص الاتصال ده وارجع لحضرتك. استاذ احمد اتفضل. ايوه استاذ احمد. ايوه انا معاك. اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لحضرتك دلوقتي عايز اسال الدكتور على ان دلوقتي عندي اميبا، فكنت عايز اعرف علاج الاميبا ايه؟ نعم. في سؤال يا دكتور؟ عنده اميبا. اميبا في الكبد ولا اميبا في الجهاز الهضمي في القولون؟ هو انا عملت التحليل الدكتور قال لي بتاع التحليل قال لي ان انت في المعده. يعني تحليل براز يا فندم. طب الاميبا دي اميبا متحوصله ولا اميبا نشطه؟ والله مش عارف حضرتك، لان هي عندك اسهال او اي اعراض؟ نعم. عندك اسهال او اي اعراض بتشتكي منها؟ والله في حضرتك بالنسبه لل في مغص وجع في الظهر، حاجات زي انتفاخ كده. ماشي. ثم المعده، فكنت عايز حضرتك تقول لي على العلاج بتاعها، لان هي تعباني. انا حاسس ان انا باكل مفيش اكل، المعده ناشفه، حاسس ان انا الاكل بيضيع مني من غير كله، جسمي زي ما هو يعني. حاضر يا فندم. طيب شكرا لك يا استاذ احمد، والدكتور هيجاوبك باذن الله. طب قبل برضه نستكمل ناخد الجزئيه دي لانه واضح ان هو في الشارع. يعني الاميبا هنا دي ديدان ولا طفيليات ولا فيروسات؟ طفيليات. طفيليات. طفيليات بتبقى موجوده في المعده زي ما هو قال؟ لا طبعا، هي بتبقى موجوده في القولون غالبا الاميبا. نعم. تمام. بتبان في تحليل البراز. للاسف ان دي برضه حاجه يعني كتير من الدكاتره يعني بيعتمد عليها في ان هو مريض عنده شويه اعراض، عمل تحليل براز لقى عنده اميبا اللي هي بنسميها اميبا سيست او اميبا متحوصله. يقول له الاميبا دي هي اللي عامله لك كل الاعراض اللي عندك، وطبعا ده يعني كذب على المريض. هو الاميبا المتحوصله ده غالبا ما ملهاش اعراض ملحوظه، واغلب الناس بطبيعه الاكل بتاعتنا في مصر ده كده لو عملوا هيلاقوا عندهم اميبا متحوصله. كنا بنسال ايه من سنه يا دكتور الاميبا هيستولوتيكا، يعني الكلام ده فعلا موجود ولا ما هي ما هي دي هي متحوصله دي. هي ممكن تكون نشطه متحوصله. نشطه بقى اللي هي يعني واحد عنده اسهال عنيف وعنده ديزنتريا ويعمل التحليل، هي نشطه دي ليها علاج. بيتاخد وينتهي. برضو المتحوصله ليها علاج، بس احنا بندي العلاج اساسا عشان ما نجعلش المريض مصدر لعدوى شخص اخر.
يعني هدفنا من العلاج نعم. مش ان المريض اصلا ما بتعملش اعراض، الاعراض دي ممكن تكون بسبب اشياء تانية عند المريض. عشان كده حضرتك قلت له هنا الدكتور يعني كلامه مش صائب جدا، لان عنده هو أيوة. بيقول معدتي ناشفه وبطني بتوجعني. لا لا لا، دي مش اعراض أميبا خالص خالص. الغازات والانتفاخات ممكن تكون حاجه اسمها الجيارديا، حاجه برضو زي الهيماتوفيل برضو بيعمل كده. نعم. هي ليها علاجات موجوده في السوق وموجوده في الصيدليات. نعم. يعني ممكن تتاخد، بس زي ما بقول لحضرتك هو العلاج مش هي ما يتوقعش ان هي الاعراض اللي عنده هتروح، لان مش هي دي سبب الاعراض اللي عنده. وبيجي لنا مرضى كتير بالطريقه دي. نعم. عنده اعراض كتير جدا والدكتور لقى عنده مصدق مسك التحليل بتاع البراز لقى الاميبا المتحوصله. قال له هي دي السبب، ويفضل المريض عمال طول حياته بيلف على علاج الاميبا وهي مش السبب اللي عنده خالص. طب حضرتك طب اكيد تعلم يعني مدى معاناه الشخص اللي بيعمل، خاصه لو مش في البيت، يعني مش زي السيدات مثلا، غالبيه السيدات مساله الاسهال المستمر، يعني هو لو عنده الاميبا فعلا هي سبب الاسهال المستمر، هو لو تخلص بس الدكتور من الاسهال هيقول لك انا الحمد لله ربنا يعني فرجها عليا، ما هياش مش كل شيء. عشان كده انا سالته انت عندك اسهال؟ لان الاسهال هو الاسهال الاميبا النشطه تعمل اسهال. نعم. لو في اسهال بيتاخد لها علاج. وعلاج كان بيتاخد ممكن لمده اسبوع، دلوقتي في علاجات حديثه ممكن يعني حبيتين في اليوم يخلص على وينتهي الموضوع خلاص. طيب الحمد لله. طب انت تحلل يعني اللي قاله ده ايه يا دكتور؟ يعني هل في عنده ممكن تكون مشكله راح ناحيه الكبد ولا لسه المساله؟ طبعا احنا ما سمعناش منه تاريخ مرضي كامل. نعم. وما عرفناش الاخبار ايه. نعم. لكن طبعا حكايه يعني شكوى المعده دهيا غير شكوى القولون. نعم. وشكوى اللي هو التهابات اللي هو الحرقان او الحموضه. نعم. او وجع فم المعده. نعم. غير انتفاخات وغازات. نعم. دي ممكن تكون حاجه في الجهاز الهضمي العلوي، يعني حاجه في المعده او الاثنى عشر. نعم. او المريء التهابات. نعم. او قرح او ارتجاع. بعكس طبعا لما يكون في انتفاخات او غازات بنتكلم. نعم. عن مشاكل في القولون. نعم. ولو ضم الاثنين مع بعض بقى بتبقى يعني ممكن طبعا يكونوا موجودين مع بعض. طيب حضرتك وقفنا عند نقطه ان في كثير من الناس زي ما حضرتك بتقول يروح يطلع الباسبور بتاعه وياخد اي تاشيره. تمام. يكتشف ان عنده فيروس اي او بي او سي. تمام. بيبتدي بقى يتعامل ازاي؟ هو بي وسي بس اللي بيعملوها غالبا في السفريات. السي البي وسي والايدز. البي وسي والايدز. الاي هنتكلم عنه كلمه بسيطه بس كده. طيب كمان أوكي. شويه فضل. هو البي وسي بقى بيكتشفوهم بالتحليل المبدئي. نعم. المريض ده ما عندوش اعراض. كتير جدا من المرضى اللي عندهم التهاب كبدي حاد. نعم. ما عندهمش اي اعراض. نعم. وقله منهم بس اللي هم بيبدا يحصل لهم شويه اعراض زي ما. نعم. حضرتك عارفها والناس برضو المشاهدين عارفينها، اللي هي اصفرار زي ما احنا قلنا في العينين. نعم. لون البول الداكن، لون البراز الفاتح، وجع في الجنب الاعلى اللي هو مكان الكبد. نعم. تمام. غمام نفس ميل للقيء، دي حاجات اسمها اعراض التهاب كبدي حاد. نعم. ممكن لو حصلت يبقى ده الفيروس لسه داخل حديثا جسم المريض، مثلا من فتره بنتكلم في شهر مثلا او شهرين. في بدايته بيعمل التاثير ده؟ في بدايته يعمل كده. مش بعد ما يكون بقى لسه بقاله سنتين ولا حاجه؟ لا 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 لا، ده 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 فتره حضانته. نعم. ممكن نعم. يعمل القصه دي. الحضانه هي اللي بتغير حال الانسان بالمنظر ده، تعمل له الحاجات البسيطه دي. الحاجات دي هتروح. هتروح بس هي في الاول مؤشر ان في مشكله. مؤشر ان في مشكله. وبنعمل ساعتها تحليل انزيمات الكبد بتكون مرتفعه بالالافات. نعم. نبقى نعرفين المريض ده عنده التهاب كبدي حاد. نعم. حاد. وكلمه حاد بركز عليها ليه؟ ان هو بنتكلم في فيروس سي ان هو 70% من اللي عندهم التهاب كبدي حاد هيكملوا معانا بالتهاب كبدي مزمن، و30% هم دول اللي مناعه جسمهم هتتغلب على الفيروس. نعم. ومش هيكملوا معانا ويبقى خلاص انتهى الفيروس من عنده تماما. تمام. نعم. بالنسبه لفيروس بي الكلام مختلف شويه. نعم. فيروس بي الاطفال حاجه والكبار حاجه. نعم. الاطفال اللي بيصابوا بفيروس بي اللي هيكمل منهم التهاب كبدي مزمن للاسف انها نسبه كبيره جدا تتعدى النص، يعني تعدى ال 50 او ال 60% من الاطفال المصابين بالفيروس الحاد هيكملوا معانا. نعم. الكبار وده بقى من رحمه ربنا سبحانه وتعالى من حسن حظهم ان تقريبا 80 ل 90% منهم لا هينتهي الفيروس عندهم، مناعه الجسم هتتغلب عليه وهتطرد الفيروس من الجسم تماما. نعم. 20% او 10% دول اللي ممكن يكملوا معانا بالتهاب كبدي مزمن. نعم. ففي فرق بين سي وبي. نعم. ان سي تقريبا 30% هم دول اللي هيخفوا و70 هيكملوا مزمن. نعم. البي مع الكبار لا ده 80 ل 90% هيخفوا. نعم. واللي هيكمل معانا 10 20%. تمام. زي ما قلت لحضرتك ان الاعراض مش وارده. نعم. مش وارده انها تكون موجوده. نعم. لما تكون موجوده اللي هو الاستسقاء بقى، واحد بدا يرجع دم لا قدر الله، بدانا نلاقي بقى الـ نفس جلد المريض وعينه بدات تتغير، ده بنتكلم بقى عن مراحل التليف الكبدي اللي هي المراحل المتاخره. نعم. فكتير جدا من الناس يقول لك انا ما حسيتش باي اعراض وعندي الفيروس. وارده جدا وده الاشهر فيها. نعم. طب يا دكتور احنا يعني بنفاجئ وشفنا بعض الشخصيات عامه، يعني يفترض طبعا ان هو يعني ابعد ما يكون عن التلوث وابعد ما يكون عن الاكل مثلا اللي هو الرخيص جدا لدرجه انه بيبقى معرض للتلوث، وانه بياكل من الشارع، بياكل من بعض المطاعم الفاخره، وحتى اكله في البيت بقى برضه اكل متميز، وبتفاجئ ان عنده برضه فيروس بي مثلا او سي. يعني في كتير من الناس اللي هي حتى ماشي يروح مثلا يجدد الورق يعمل اختبار يلاقي عنده كذا. احنا دايما بنتهم الناس الفقراء والبسطاء ان انت اصل طول النهار بتاكل في الشارع. طب ما الراجل ده ما بياكلش في الشارع، بياكل في مطاعم، يعني مفترض انها يعني في عناصر او في مثلا مقاومات المطعم ده يقدم يعني منتج نظيف.
نقدر نقول بقى ايه المدخل تاني للفيروس بي وسي يعني في البدايه؟ دي برضو نقطه مهمه اللي هي طرق العدوى. نعم. اللي حضرتك بتتكلم عنه الاكل والشرب دهون ده فيروس ايه فقط لا غير. ايه فقط لا غير. بس هو ده عشان كده بيسموه التهاب كبدي وبائي. نعم. ايه؟ نعم. يعني الشارع بريء من بي وسي. بريء من مش الشارع بريء من بي وسي، لا الاكل. الاكل اللي هو بريء من البسيط. لكن لا ممكن يكون في حاجات متهمه في بي وسي ثانيه هنتكلم عنها. طيب. دلوقتي. يبقى فيروس ايه زي ما قلنا؟ نعم. كله عن طريق طب استاذنك اخد اتصال بس. استاذ عبير اتفضلي. استاذ عبير. الو. اهلا فهد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا دكتور المعده تعبان من فقره. نعم. المعده تعبان من فقره. نعم. فعندي قرح في المعده. نعم. فانا حاسه دلوقتي بالم فيها برضه، واخدت كنترولك واخدت نوكستا. طب يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ عبير. ماشي. وطي التلفزيون عشان اسمعينا كويس. اخدت كنترولك واخدت نوكستا. نعم. واخدت ديجستيز مهضم. نعم. وما زالت برضه تعبانه، فانا لما اجي اوقف بحس بشده كده في المعده جامده شده. نعم. في اسئله. فانا مش عارفه يعني ايه القصه دي، وبيجيني صداع باستمرار. طيب. فانا باخد مسكنات للصداع ده، فانا مش عارفه المسكنات اللي انا باخدها دي هتاثر على المعده ولا ايه يعني. لو لحضرتك سؤالين. اتفضل. حضرتك يا فندم انت عندك قرح، عملتي منظار واكتشفت ان عندك قرح ولا عملت منظار وعملت تحليل اللي هو جرثومة المعدة. لقيت عندي نسبة برضي اللي هي جرثومة المعدة يا فندم الاتش بايلوري. طيب الاتصال اتقطع يا استاذ عبير، اعتقد ان معظم الموضوع وصل لحضرتك يعني. وطبعا معظم الدكاتره دلوقتي بيقولوا ان اي حرقان في المعده ده سبب ميكروبي ما هوش مجرد ارتفاع مثلا حموضه او ما الى ذلك. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ هو اللي بنتكلم عنه لو في كلمه قرح في المعده. نعم. دي بتشخص بالاعراض، لكن اساسا تشخيصها هو بالمنظار. دخلنا المنظار لقينا قرح في المعده ليها مواصفات معينه، او قرح في الاثنى عشر. نعم. بدي اسمها قرحه معده. نعم. قرح المعده ده هي اسبابها جرثومه المعده. نعم. مسؤوله عن جزء كبير جدا. نعم. والمسكنات مسؤوله عن جزء كبير. يعني حتى هنا بتاخد المسكنات هي للاسف. ما هو قسموها كده. نعم. يعني اغلب الناس قال لك في قرح معده بسبب جرثومه المعده اللي هو الاتش بايلوري. نعم. او اللي هو الميكروب الحلزوني. نعم. وفي عندنا جزء تاني بيكون بسبب المسكنات. نعم. تمام. فعشان طبعا نستبعد الاول انها تكون بسبب الميكروب المعده بنعمل تحليل. لو احنا عملنا منظار ممكن نعمل التحليل. نعم. بالعينه اللي هناخدها من المنظار، وممكن بشويه تحاليل اخرى عن طريق النفس او البراز او الدم يعني وخلاف ذلك. نعم. لكن بنتكلم دلوقتي على موضوع اللي سببها المسكنات دي. طبعا لما تاخد تاريخ مرضي من العيان هيقول لك ان هو بيتعاطى مسكنات بكميات كبيره. وانواع معينه من المسكنات اللي هي بتؤدي الى ان حمايه المعده والجهاز الهضمي نفسه العلوي بتنهار. تبدا تقل وتنهار. نعم. وتبدا يبقى فيه تاكل في بطنه المعده. نعم. والاثنى عشر. نعم. فطبعا لازم نفرق بين الاثنين. هو في الاخر العلاج بتاعهم في الاخر احنا بندي علاج عشان يقلل افراز الحمض ويدي فرصه للمعده والاثنى عشر انها تعيد بناء نفسها مره. نعم. تانية. نعم. في حاجات ممكن تضاد الكلام ده زي الدخان زي الخمور. الحاجات دي يعني ما ينفعش مريض مدخن ويقول انا عندي قرح معده وباخد علاج وما بخفش. ما ينفعش مريض عنده قرح معده وياخد مسكنات بيبني ويهد في نفس الوقت. ما ينفعش. ايوه. احنا بندي فرصه للبناء وانت كل شويه عمال تهد. نعم. فعمره ما يحصل بناء لبطنه. نعم. المعده والقرح هتستمر معاه. لكن لو خد العلاج وانتظم عليه وابتعد عن الحاجات اللي هتزود الموضوع ده. نعم. ده باذن الله هيكون القرح دي ممكن تختفي تماما. حضرتك ما تشجعش المسكنات في الحاله دي يعني مع الحرقان الشديد ده او يعني مثلا ارتفاع حموضه المعده او الالم في المعده؟ هي غالبا ما بيلجأ المريض في الاخر يقول انا عايز بس ارتاح من اللي انا فيه. دي بقى حاجه خطا جدا ان المريض لما بيحس بوجع فم المعده بيعتقد انه الم زي اي الم زي الصداع زي الم العظام. يديله مسكن. المسكن بيزود الدنيا. بل. نعم. يزود المشكله اللي عندنا. نعم. لا هي دي ليها ادويه معينه بناخدها بيتقلل ساعتها الحمض وافراز الحمض وتقلل الالم. يعني بحل اساس المشكله مش العرض بتاع المشكله نفسها. ايوه. فاحنا مش عاوزين الم هنا ناخد مسكن. لا ده بالعكس ده هيزود الايه. نعم. القصه. وكمان برضو لما نيجي ناخد مسكنات هننقي المسكنات الامنه الاكثر امنا من غيرها. نعم. لان في مسكنات امنه وفي مسكنات غير امنه. نعم. ما في بقى احنا دلوقتي بنتبسط ان بعض الناس يقول لك انا جبت قريب بيبعت لي علاج من الخارج هي خمس دقايق باخد البرشامه خلاص كل حاجه موجود حلها. عندنا في مصر حاجات بسيطه جدا وهي امنه جدا بس يمكن مفعولها اقل بس امنه. بس على الكبد شوية عليها. امنه على الكبد والكلى والمعده. نعم. وامنه على كل اجهزه الجسم. نعم. بالجرعات المناسبه. طيب نرجع لفيروساتنا يعني والعياذ بالله اللي هي حضرتك وصلنا لغايه الفيروس. بنتكلم عن طرق انتقال العدوى. نعم. نعم. قلنا ان الاكل المتهم في فيروس ايه. نعم. نعم. فيروس بي وسي. السي والبي هما الاثنين بينتقلوا عن طريق الدم ومشتقات الدم. يعني اللي بياخد نقل دم
اللي هو على جهاز غسيل كلوي اللي هو بيبقى عرضة اكتر. واللي بيتشك بابره كانت داخله في شخص عنده فيروس ممكن برضه يصاب بالايه؟ نعم. الفيروس البي والسي. نعم. بس البي فرص انتقاله عن الطريق ده هو اكتر من السي. البي كمان البي يعني مثلا لو في ابره فيها فيروس سي، يعني دخلت في مريض عنده فيروس سي وابره دخلت في مريض عنده فيروس بي، نعم، وده تشك بيها شخص وده تشك بيها شخص، نسبه اصابه اللي هو اتشك فيروس بي اعلى بكتير جدا من نسبه اصابه. طب ايه اللي مشوه يعني سمعه فيروس سي بالمنظر ده بالنسبه لفيروس بي؟ ما دي بقى نقطه مهمه بقى. نعم. وسؤال بنتساله كتير، هو فيروس بي اخطر ولا فيروس سي؟ نعم. السؤال كده يعني ما ينفعش يبقى ايه على سؤال إطلاقه. عام. نعم. وعلى اطلاقه. نعم. لان هو البي فيه مزايا. نعم. هو طبعا كله عيوب. نعم. بس بتكلم ارحم شويه يعني. عيوب ارحم. نعم. من سي، والسي. نعم. برضه فيه حاجات ارحم. نعم. من بي. سريعا كده. نعم. البي بينتقل مش بس عن طريق الدم، لا بينتقل عن طريق العلاقات الجنسيه، يعني لو واحد وزوجته مثلا في العلاقه الحميمه ممكن ينتقل. ممكن. نعم. تمام. وطبعا علاقات برضو ايه غير شرعيه. نعم. وينتقل عن طريق برضو الادمان، السي ينتقل عن طريق الادمان برضو اللي هو تعاطي الحقن او الدبل بتاعه. نعم. المخدرات. نعم. تمام. البي اي سائل من سوائل الجسم لو الفيروس نشط وعدى الفيروس في الجسم عالي ممكن ينتقل عن طريق، يعني عن طريق اللعاب ينتقل. عن طريق ال العطس مثلا، الرزاز العطس يعني. يعني اي حاجه فيها سوائل جسم. نعم. ممكن تنقله، بس الرزاز لا، يعني انا بتكلم الا لو دخل اللعاب. يعني لازم يخش جوه الدم، يعني الدم. اللعاب مثلا واحد عنده الفيروس ومثلا قبل مثلا ايه زوجته كان مثلا عندها مثلا تشققات في الشفه مثلا. نعم. فاللعاب لازم الدم مسار رئيسي ليه، مش مش المعده. يعني العطس مثلا لو انا عطست. نعم. حتى لو موجود الفيروس مثلا في الرزاز، بس هو ما هو لو في تشققات في الجلد او جروحات. نعم. ودخل عن طريقها ممكن. نعم. العرق برضو لو فيه. نعم. ممكن. يعني انتقاله بطرق اكتر من فيروس بي، هذا من فيروس سي انا اسف. نعم. لكن من رحمه ربنا ان في تطعيم لفيروس بي، ما فيش تطعيم لفيروس سي. نعم. عشان نقدر نكلبه. نكبله شويه يعني. نقطه مهمه جدا. نعم. ان فيروس بي والسي هما الاثنين بيسببوا حاجه اسمها اورام كبديه، عافانا الله واياكم منها. امين. الاورام الكبديه بتاعت فيروس بي لا يشترط ان الكبد يكون متليف، ممكن قبل ما الكبد يتليف يحصل المريض ورم بنسب طبعا يعني. نعم. الحمد لله. نعم. قليله. نعم. فيروس سي لا، لازم المريض يوصل لمرحله التليف عشان يجيله ايه؟ ورم كبدي. نعم. تمام. بيمر بالورم الاول قبل التليف، يمر بالتليف وبعد كده الورم. البي لا، البي ممكن يحصل ورم الاول من غير تليف، مش شرط يكون الكبد تليف. تمام. فالبي زي ما احنا شايفين هي ممكن تكون اضراره اقل، لكن اضراره قصدي اكتر، لكن أكتر. عشان في تطعيم مكبل شويه خلى انتشاره اقل. نعم. يعني الواحد بقى يفكر يقول لك طب ما هو بي بينتقل بطرق اكتر. نعم. مفروض بالعقل كده يبقى هو انتشاره في المجتمع بتاعنا اكتر. ما هو برحمه ربنا برضه عشان يكون السيطره عليه انتشاره اقل. نعم. نعم. تمام. وبينتقل من الام لابنها بنسبه كبيره جدا. اللي هو فيروس بي عن طريق المشيمه، عشان كده ساعه الولاده لو الام مصابه بفيروس بي بناكد يا ان الطفل اللي مولود ده لسه هياخد تطعيم ساعه الولاده وياخد اجسام مضاده لفيروس بي ساعه الولاده. نعم. وبعد كده بقى اللي هو البروتوكول العادي اللي هو شهرين واربعه وسته زي ما الدوله ماشيه في الايه في التطعيم. نعم. نعم. يعني هل ترى يا دكتور ان شهاده الميلاد اللي بياخدوها مع بدايه مع الطفل وكل التطعيمات اللي ورا دي كافيه بانها فعلا تؤمن مثلا الطفل اللي لسه صغير من فيروسات مثلا؟ هو في تطعيم اجباري لفيروس بي موجود. نعم. تمام. فيروس A ليه تطعيم على فكره، بس ده مش اجباري، ده ممكن المريض ياخده على نفقته الخاصه. نعم. وبرضه احنا بنرجح ان يا ريت المرضى ياخدوه. نعم. ولو انت حتى ما خدتهوش والطفل اصيب بفيروس A، هو الاصابه نفسها بتدي مناعه من الفيروس. لانه بسيط شويه فبيخلي الجسم ياخد الرياكشن بتاعه. هو بياخد مناعه. نعم. تمام. وبعض المرضى اللي بيصابوا بفيروس B وبيخفوا منه ممكن ياخدوا مناعه ضد الفيروس برضه. نعم. لكن في تطعيم خلاص بناخد تطعيم. طب خلينا مثلا في بلد زي مصر، هل في اماكن مستوطن فيها مثلا فيروس B عن فيروس C يا دكتور؟ ولا الامر مشاع برضو كده؟ لا، هو الامر مشاع عندنا، بس احنا عندنا بؤر معينه يعني بنلاقي ان تتوقع فيها كطبيب ان ده اكيد فيها. ليه بقى؟ لان البؤر ده هي يعني بالبحث والاستقصاء ثبت ان هي ما عندهمش تعقيم كويس. بمعنى ايه؟ ان دكاتره الاسنان اللي عندهم والجراحين اللي عندهم، انا لو عندي مثلا 100 واحد مصاب بالفيروس ممكن ينشروه في مجتمع مكون مثلا من 20-30 ألف بسبب عياده واحده بتشتغل غلط، بسبب مثلا عياده او مستشفى مثلا ايه عام، والمستشفى ده هنا التعقيم بتاعها اي كلام، ما بنراعيش اللي هي القواعد في التعقيم المظبوطه، لان هو لازم اجهزه معينه وفتره معينه للتعقيم. نعم. وبنتناسى ان فيروس بي ممكن يظل موجود خارج الجسم لمده اكتر من اسبوع، يفضل على يعني مثلا على الملايات وعلى الاسره ممكن يفضل موجود ويعدي شخص اخر، مش لازم دم فريش عشان يعدي، لا ممكن يكون حاجه بقى لها اسبوع واكتر وتعدي، يعني عنده ممكن فتره انه يقدر يحيى كده بره جسم الانسان. واحد حلاق بيحلق للمريض عنده فيروس بي والموس نفسه جه عليه دم، هو بالغسيل ميه صابون ديتول الحاجات دي كلها ما توديش الفيروس، ممكن يفضل موجود على نفس الموس ده، هو ميه والديتول والمطهرات دي ما بتقدرش على الفيروس خالص. لو كان كده كان يبقى حاجه سهله جدا، يعني الحاجات دي يعني لازم تعقيم بطرق معينه.
فيظل الفيروس موجود عليها، وبالتالي لما نيجي نحرق لشخص اخر ممكن يدخل احنا جوه الفيروس. احد الاطباء برضه دكتور سمعت انه حتى المشط لو استخدم المشط بشكل يعني يجرح فروه الراس ممكن حاجة. في حاجه فيها دم يبقى كده احنا معرضين للاصابه. نعم. ده هتحتك برضو بجزء يعني متشقق او جزء مثلا في جرح من المريض، اي نعم. حاجه بتحتك بالدم. نعم. حتى برضو الملابس الداخليه بعض الاحيان في بعض مثلا السيدات ممكن يكون في تبادل لبعض هذه الاشياء. لو كان عليها برضو دم، الدم ده هو ممكن يكون برضو مصدر للايه العدوى زي ما قلت، لان هو بيظل موجود على الملابس وعلى الاسره والمفروشات فتره تزيد عن اسبوع واكثر. حضرتك برضو طب يعني زي الست تقدر تطهر هذه الملابس مثلا لو وضعتها في الغساله، هل بتضيف عليها برضو مطهرات ولا برضو مش هتجيب نتيجه معها المطهرات العاديه؟ والله انا اللي انا شايفه ان هو لو هي عارفه ان عندها فيروس وشافت ان في دم جاء على اي حاجه من ملابسها الصح تتخلص منها بقدر الامكان. تخلص منها لو خليتها طبعا فتره كبيره ممكن شهر شهرين، ممكن بعد كده خلاص ما تبقاش فيها مشاكل والغسيل العادي. فتره يقدر يعيشها الفيروس خارج جسم الانسان قد ايه يا دكتور؟ ما انا بقول لك انا بتكلم يعني حسب الظروف، اسبوع ممكن توصل اسبوعين ثلاثه اربعه يعني ممكن حسب الظروف البيئيه اللي يقدر يعيش فيها بس مش هتبقى فتره كبيره قوي. بس احنا بنتكلم على يعني احنا الرينج بتاعنا بنتكلم من اسبوع لشهر. نعم ممكن بنتكلم في الكلام ده. طب يا دكتور يعني برضو من خلال كلام حضرتك بقى علشان فيروس زي ده، يعني مثلا اللي قدامه مثلا مستشفى يعمل فيه عمليه رخيصه يقول لك عمليه اللوز مش عارف ب 400 جنيه ومستشفى ثاني بيعملها مش عارف ب 1000 جنيه ومستشفى ثاني ب 2000 جنيه، هل ده بيفرق مع التعقيم مكلف كده لبعض المستشفيات فالواحد ما يبخلش على انه يودي مريض مستشفى اغلى شويه؟ والله بص هو في نقطه برضو احنا كتير من الناس يعني شايف ان الحاجه الغاليه هي احسن، مش شرط دايما. طبعا دي مقياس بنقيس بيه احنا. نعم. كلنا كمواطنين عاديين. نعم. لكن والله للاسف ان ممكن واحد يكون عنده العمليه زي ما حضرتك بتقول مثلا ب 1000 و2000. نعم. واحد عنده بايه ب 500 او 600 ربنا شايف المريض بتاعه والاثنين زي بعض في التعقيم. ممكن يكون كده. نعم. تمام. وممكن يكون يعني ابو 600 او 700 ده هو ممكن يكون عنده تعقيم كويس وعنده ضمير بكل شيء يا دكتور. فالضمير ده مهم. نعم. جدا. نعم. لان هو ارتفاع الاسعار مش معناه ان في تعقيم. نعم. وطبعا المواطن مش ارتفاع الاسعار معناه ان في ضمير برضه، والمريض العادي للاسف ان هو مش عارف بيدركش الكلام على اجهزه التعقيم وموجوده ولا مش موجوده واشوفها ولا ما اشوفهاش. نعم. فدي متروكه للضمير للاسف. بس برضه يعني انا رايي ان كلمه الضمير دي بالذات اليومين دول بلاش نسيبها للضمير قوي. يا ريت يكون في رقابه. انت بتقول انك انت صحه تابعه للمستشفيات. نعم. انت دلوقتي عندك عياده اسنان لازم انا اعمل تفتيش عليك واتاكد. نعم. ان عندك جهاز الاوتوكلاف. نعم. اللي هو جهاز التعقيم الخاص بالقصه دي. نعم. واشوفك انك انت دوره التعقيم بتاعتك بتاخد وقت قد ايه وبتعقم ازاي. ما ينفعش دكتور يتناول مشط من على الترابيزه كده عادي ويستعمله في فم المريض او بتاع الكلام ده كلام ولازم اتاكد كمان. نعم. ان المستشفيات فيها اجهزه التعقيم دي ولا لا. فالحاجات دي. نعم. لازم بقى اشراف عليها. نعم. من وزاره الصحه ومتابعه مستمره ان هي دي للاسف ان هي دي بؤره الايه. نعم. دي. نعم. البؤره نفسها بؤره الفساد كلها ان عدم وجود تعقيم وعدم وجود مراقبه للقصه دي فالعدوى دايما بتزيد باستمرار. نعم. مهما نعالج في حالات عدوى في هدم وبناء في المقابل يعني. مشاهدينا الكرام يعني الحقيقه احنا كنا متعتقدين فيروس بيدا هينه تريه يعني فيروس شديد جدا زي ما الدكتور قال، ولكن ممكن يعني بضمير اولا زي ما قلنا برضو وثانيا وثالثا ورابعا يكون في رقابه من الدوله على بعض المستشفيات اللي احيانا وانت طالع بتلاقي في بعض الاماكن للاسف الشديد بعض نقاط دم على السلالم. بعض الناس هتقول المستشفيات خاصه بتراعي الناحيه التجاريه، الكلام ده للاسف الشديد موجود في برضو في بعض مستشفيات وزاره الصحه بتلاقي الدماء على بعض دورات المياه او على الحوائط او على الملايات او ما الى ذلك. احنا بلد يعني فعلا في حاله اقتصاديه صعبه شويه، ولكن ممكن برضه بشيء من الضمير وشيء من نتقي ربنا في المرضى بتوعنا، وفي نفس الوقت المريض يكون يعني مصحصح شويه وياخد باله ويبص لاجهزه التعقيم زي ما الدكتور قال، وما ياخدش اي حاجه الطبيب من على الترابيزه ويحطها في فم المريض او ابره تكون مركونه او اتفتحت قبل كده ويستعملها قدامه. لازم يكون ليه لسان ويتكلم لان الصحه غاليه ومش ممكن اي حد هيعوضنا عن هذه الصحه. دكتور طارق الحقيقه كان ملف فيروس بي وسي كبير جدا، ان شاء الله يكون لنا معاه لقاءات اخرى نتابع فيها ونفرد لفيروس بي اكتر من كده، لان حاسس ان احنا كان هناخد فيه ربع ساعه خدنا فيه ساعه الا ربع والحقيقه ما قضيتش. دكتور طارق احمد منير اخصائي الكبد والجهاز الهضمي، انا شكل حياتك هذا اللقاء متعتنا بيه وشرفتنا وخلي الصحه والجمال. شكرا. مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وبرنامج صحه وعافيه، انتظرونا لكم منا اطيبنا وارق التحيات والسلام عليكم ورحمه الله.